دايرين دايرين السيات وتنشوفو انا اخي الحانوت اقدم حانوت وحيدوه اقدم حانوت اقدمونا راح يدوم ماشي شردونا ماشي عيش فريسه فوق العقار فوق العقار العقار ديالنا راه كاينو فيه شوف شوف البنيه ديال العقار ديالنا راه عصابه صاحبينا راه عصابه عشان عصابه راه من الحماق هذا عصابه تحل الدرويش ومولي الفوان السكره ما هو الحال سي عبد الكريم وكاتب العام راه انت كلشي راه لا اله الا الله محمد رسول الله سمع حسبي الله ونعم الوكيل وفيكم أرعب بالوجهيات أرعب بالوجهيات كل في ما بغيت تشتي بلاصه اللي بغيت تشتي راه بين بين الحقره بين الحقره كي دايره كي دايره واحنا حقرنا واحنا تحقرنا وانت حنا تحقرنا وانت واحد بغيت تشوف من حالنا السلام عليكم نعين عايشين من وليد 79 ولد دوار جديد هاد الناس عينا نشريو معاهم وبغيت نديرو معاهم شي حل هاد الناس ماشي قهرونا قهرونا ولادنا قهرونا شردونا وخلونا يديرو معانا عاد باش نعطيو السيادة المولية علاش نعطيوها السيادة علاش حنا عيطو لنا العمالة مشينا عندهم العمالة ما داروا معانا والو وكاتب العام ولا طيح التراكسور كيطيح ما كاين لا قايدة والو العامل والنائب ديالو وكاتب العام والسي عبد الكريم كيقولك عتبت بلاتي ما دير والو بلاتي بلاتي ولا لا 50 اخويا وانا كنجر 50 وكنجر فين غنزيد اربعة الاولاد واش ما استفدتيش اخويا؟ انا المرا ديالي ما استفدتش حيت المرا ديالي عندها حانوت ماشي حدا حانوتي او لا قاسمو حانوت بعيد على الاخر ها هو بالكروكي ديالها بكل شيء بلا اللي بغا خيبرة دايرين خيبرة دايرين طيحوا لي جوج مرات طيحوا لي انا بتراكسون وجوج مرات طيحوا لي بتراكسون هاد 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 الناس ماشي داو حوانت وسعة حوانت نهار عيد الثقلة كيطيحوا لينا هنا ونهار اللي بغينا نتحولوا طيحوا لنا عاوتاني تما في الثمارة هاد الناس ما بغاو يديروا معنا والو علاش انا بتراكسون بس حولونا من هاد البلاد حيدونا من هاد البلاد بغيت حيدونا هاد البلاد ما بغاش تعطينا انا فيها ضغوطات بزاف راح حقرونا راح يدوم ماشي شردونا ماشي عايش شردونا وكنا وزنا 75 كيلو وليت 55 كيلو انا وليت نمشي حشومه عليهم ورزقي عندي وسي عبد الكريم ولا طيحوا هو كاتب العام ولا طيحنا بتراكسات فيك مرت ما تبيعش اعطيوها ديالها بعيد على الحانوت ديالي انا الحانوت ديالي جاب بعيد على الاخر وبيناتهم شي 40 حانوت عاد وصل الحانوت ديال المراه مراه شاريه قديم محسن هادي ها لامينات ها كلشي كاين وحنا لقينا وحدين من برانيين داخلين ما عارفينهمش ما مرش قرعه القرعه ما دارتش في الشفافيه كاع عازلين العزله الريكلام هاد الناس هاد المقاطعه ديالنا ولات عمارات هادي كلشي كلشي اللي كانت عنده المراه ولا داير ثلاثه اللي كان عنده وحده ولا داير ربعه اللي ما كانش عنده دار ولا داير ربعه ديور بزاف مقهرنا قهرونا هما كي وطالب ديالك وتاع حق المراه وتاع حقها المراه مريضه القوار انا مريض الباس ما خلاو بوم جوي كل شيء فينا عصاب قتلوني ما لقيت عكاري عطاونا استفادة ديال البرارك قتلونا بعناها كليناها ما لقيت حتى حاجة اللي كنكتبوها مع هاد الولاد ولا نخدمو من ردمو شحال عندك ديال الولاد؟ وعندي ربعة وفاش كتصرف عليهم دابا؟ كنعاود مع الخوت هما اللي بحال كنسعى ولا كان عيط لي شي خصيم كنمشي يخدم لي في محالو او نجي نبريكولي هادشي اللي عندي كنت في موالف ما كنتش نخدم كنت عندي ربعة خدامة ربعة تريتوات عاطينك 3 متر على 2 متر وفينا دير الباب فينا دير الكراج شنو ندير؟ ندير قنب وقز راسي فيه هاد الناس حقرونا تعدوا عندنا ما معنى كلمة حنا من العافية حنا من العافية حنا مشردين شي العافية الأخرى جات عندنا الدوار حنا مشردين ليومنا هذا وهاد الناس عينا ما نطلبوا فيهم ما بغينا نديروا حتى حاجة وبالإثباتات أي حاجة عندها إثباتات أي حاجة اللي بغيتي والله تم حول الفراشات ما بقاوش حيدوهم هادي حالة أخويا والسبب أخويا أو الضغط الضغط أخويا الضغط الضغط بزاف الضغط أشري الضغط تولينا نجعلو نمدو يدينا أنا أول عبد المدين كنت كنمد يدي أو سلفني أو عطيني عمرني درتها ها هما الناس هذا 5 سنين من كورونا طحنتنا تطحنا حنا وقفينا والو هذا لا شوفوا على السابق عامل العافيه لهنا عامل العافيه لهنا شوفوا كي كنا كيولينا ماشي حشومه عليهم جاو فواد ديال الفلوس هنا واد اللي يهضر يحيني ساقيه خذ الفلوس هاك حنا طحنونا حنا والو ما يمكن منكم والو ما منكم كنملكو حتى حاجه مكملين
تبقى وحدنا، كنا بخير، هاني مع عائلتنا مع ولادنا، هو كلشي عندي مريض. أزماتك الدراري عندك منو أزماتك أنا ولادي. دابا حالي يدير معاك على الحانوت، حيت علاش؟ كنشوف كيضطر القايد، كيضطر القايد يدي مريتي، حدنا نوقفوا عليه، يضطر يمشي، مرارا وتكرارا. ماشي عيب مرة ولا جوج ولا ثلاثة، بزاف. كيف اطمئن النهار الأولاني، اطمئن، اطمئن أنا تعينا والو. واش حسيتي براسك محظوظ؟ حقرونا. تعدوا تعدوا عنا ماشي حقرونا فوق الحقرة فوق الحقرة لأن الدنيا ديال أنا مينات ها ما كلشي كاين لما صبت السن تعتاقل أنا تبغوا عندي تبغوا عندي اللي عنده عنده النهار الأولاني يهضروا معانا في فتيت كاين 50 حانة ديال صحاب التفريشة فوق العقار فوق العقار العقار ديالنا راه في كجنوفي شوف شوف البنية ديال العقار ديالنا اه عطينا الفرانك حنا جراو عندنا حنا جراو عندنا دارو حنا مستولين مستولين على البلاد حنا زيادة وخلوق هنا حنا زيادة وخلوق هنا حوان السلعة في كل شيء 90 مليون دابا ديال السلعة ماشي انا انا واحد السيد انا شي حيد انا باقا الان سلعتنا باقا مناحة عندهم تبقى عندنا قهرونا ما مفهوم احنا الكلمة راه بقى عندنا الجد راه جدي جهد الله راه عايز الحوايج بقاو يا القبر يا شي حاجة أخرى راه القبر هو اللي بقى لنا كملونا الدار ديالنا بقى والحوايج بقى في قدنا تبقى عندنا انا المسؤول بغيت نشوف طالع عندنا ستاره مشى انا كاين امه امه ضايعه ديالنا كاين ما كانش عنده بدنا كاين ما عندوش ما عندوش داخل السوق حنا شنو تحيد لنا تحت الاخر كاين عبد الله جاتو 2000 والدم مباشره كاين عبد الله تحولت من هنا شات لي خرجت مع الحوان كان عندها حانوت تبقى عندنا حيدوا لنا عطاو الاخرين حنا كشي دات علينا فوق دارنا بغاو عندنا قهرونا قهرونا بقى والو راه الزاد ما بقاش كون الزاد يوميا يوميا الاعتصام الاعتصام طريقتي عندنا تنشيو عندهم العماله ولا يرفضونا ولا بغاو الصوار يضربوا فينا علاش عطونا حنا بغينا اه بغينا عاد تحقيق بغينا اتحاد بغينا حقه معانا هادشي كلشي تحقيق حقه معانا لا ما تصابش الحبس الحبس لا ما تصابش الحبس 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 راه كيشوني الرجال وحنا ضايعين وطارقين حنا ضايعين راه حنا ضايعين واكلين عباد الله عباد الله تنكلت هما البراني دابا مخير دابا هنا ما كاينش شي واحد شي واحد في السوق ما كاين كاين كل واحد نينجي شدوا على الكارطات كل واحد نينجي نينجيتهم حنا 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 نهار الفتيت قال لنا فوق العقار و50 حانوت ديال مول التفريشة فوق العقار يومين هذا عندنا فوق العقار فوق العقار حيدونا حنا حنا التراكسات سلعتنا وكل شيء حتى حاجه نبغى عاد تحقيق نبقى انا باغي والو عاد تحقيق حنا عاد نشوفوا هاد العناصر اللي مضربين عليهم شكون هما وباي طريقه راه حتى الموت حتى رزقنا حتى الموت لا اله الا الله محمد رسول الله سمعنا حسبي الله ونعم الوكيل وفيكم عاش الملك عاش الملك الله يخلي لينا الله يخلي لينا الله يخلي لينا راه هو اللي رافعنا وكما كان هو ما لقاوناش وقتلونا راه عصابة صاحبنا راه عصابة عشان عصابة راه من الحماق هذا عصابة تحل الدرويش ومولي الفلوان السكرة ما هضروش معاهم شنو بغيتي الشوكة هاك بغيتي الجنب هاك شنو بغيتي هاك الفلوس حنا ما عندناش كان عندنا كرة خديت تعرضات عليا ما كنقولش حاجة شنو شحال بغا كنقول تعرضات عليا ما بغيتش راسي عاصي انا كنصعبني نعطيها الفلوس انا كنقول على الله رداتي والمرتاتي وعمرني عطيت شي ريال لشي واحد وعمرني قلت شي واحد هاك وعارفيني وعارفين كل شيء اللي قلت شي واحد انا عطيت شي ريال انا كنبغي نعطي احسن حانوت ندي ودي احسن بلاصه والحوانت كيما بغيت نديهم كان عندي الحانوت اللي بغيت نديهم نقسموها على اربعه وكاين اللي خليته ها ما بغيت حنونة قالك لا العيالات ما كاينين ها العيالات هما كاينين وما كانوش على السوق ها هو حانوت بغيت نعطيه ليه علاش علاش حقرونا حيت حنا ما عندنا شي دفاع علينا عندنا شي واحد سيد حنا رجعنا في الله ربي لا يشد فينا ربي يشد فينا وجلالة الملك الله يخلي لينا وعاش الملك وانا عاد تحقيق وانا عاد تحقيق وشوفوا من حالنا وسي عبد الكريم وكاتب العام راه انت كلشي راك شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.